حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن آخر مستجدات وتطورات الحرب على غزة وعملية طوفان الأقصى. وللحديث أكثر عن التفاصيل نرحب سوية بضيفنا الكريم عضو ائتلاف القسم الوطني السيد عبد الرحمن الجزائري. أهلا بكم سيد عبد الرحمن. حياكم الله. بداية لاحظتم آخر التطورات والهجمات وقوة الردع الفلسطينية، لكن أمام ازدياد أعداد القتلى من الجيش الصهيوني سيد عبد الرحمن، كيف تقيمون قوة الردع الفلسطينية حتى الآن؟ حقيقة بداية أجدد التحية لقناتكم الكريمة والضيوف كرام قناة هنا الأيام بغداد الأيام الفضائية ولجمهورك الكريم ولمشاهديك. حياك الله. اليوم المشهد الحقيقة المشهد اليوم بالدرجة الأولى أعتقد للمقاومة الإسلامية، يعني سيكون الرد لربما من ناحية موضوع غزة، وبعد لربما المعطيات الذي أعطيت من الجانب العربي الإسلامي. نعم. التي كانت مواقف حقيقة غير إيجابية باتجاه فلسطين والقضية الفلسطينية، أخذت على عاتقها لربما المقاومة اليوم أن ترد وتتحمل المسؤولية، مع ذكر لربما جزء من الدول العربية الإسلامية ومن ضمنها العراق بأن يكون العامل الأول والأخير بالقضية، أنه اليوم هنالك حرب، والحرب في إقليم الآن ليس فقط على فلسطين. يعني كما تشاهد اليوم الكيان الصهيوني يمدد الهجمات، يمدد اليوم بقضية الطائرات، هنالك أطفال، هنالك آلاف مؤلفة تحت الأنقاض لم تشاهد اليوم العملية، بهنالك تعاون لربما من الجانب العربي الذي يتمكن اليوم من مساعدة الفلسطينيين ومساعدة غزة بحسم المعركة. أيضا المعطيات أن اليوم الإسرائيليين اليهود أعطوا 21 يوم لإنهاء. لا. اليوم إحنا دخلنا على يوم 26 من المعارك، أي ما معناه توسع المعارك في المنطقة. أيضا اليوم حزب الله متدخل اليوم رسميا يعني كمقاومة إسلامية في المنطقة. لا. أيضا العراق، أيضا في سوريا، وأيضا الجمهورية الإسلامية اليوم أعطيت بيانات اليوم حادة اليوم، وهذه اللهجة ما معناه أن العملية إذا استمرت ولم يتوقف القتال والزحف اتجاه غزة. لا. سيكون رد حاسم في هذا الموضوع. طيب بالنسبة لحزب الله في جنوب لبنان، اليوم أعلن عن قتل ما يقارب 120 عسكري إسرائيلي، هذا ما يعني أنه حزب الله فعلا داخل على مواجهة مباشرة مع الكيان؟ يعني كما تعلم أستاذ العزيز، في اليوم الأول من أن بدأت المعارك وبدأت العمليات في غزة هنالك كان تواجد اليوم على الحدود من الجانب اليوم المقاومة الإسلامية في حزب الله جنوب لبنان. أيضا هنالك طبعا اليوم معطيات تعطي أن حزب الله لديه إمكانيات اختراق تل أبيب، يعني فبالتالي أعطي أكثر من بيان بهذا الاتجاه من السيد حسن نصر الله أننا قادرون أن نتقدم، وهو شريك أساسي لا يتأخر عن قضية المقاومة الإسلامية. كيف يترك اليوم غزة في هذا الحال؟ اليوم حزب الله في لبنان مقاومة من قديم، ليس جديد العهد، كما اليوم هنالك مقاومات اليوم أنشئت اليوم جديدا. فبالتالي المعطيات تعطي أن من يحسم المعركة هو اليوم المقاومة الإسلامية في حزب الله. طبعا رحب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. أهلا بكم أستاذ حسين. وبداية يوم الجمعة نرتقب خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله، هل تتوقعون أن يدخل جنوب لبنان بمواجهة مباشرة مع الكيان دعما للحرب ومعركة طوفان الأقصى؟ تحياتي لك لضيفك الكريم والمحطة العزيزة وللمشاهدين. حقيقة هذا السؤال ليس له جواب شاف الآن، يعني ليس له جواب محسوم. في ظل الأوضاع الراهنة كما هي، ليس هناك حرب مفتوحة بين لبنان وإسرائيل، هناك حرب على الحدود، ويعني تضبطها قواعد الاشتباك المعروفة بأن يعني تبادل النار والقصف وتبادل العمليات العسكرية يكون متوازنا، يعني ضربوا في منطقة مفتوحة نضرب في منطقة مفتوحة، ضربنا مركز عسكري يحاولون أن يجدوا مركز عسكري أو أن يردوا القصف على المكان الذي انطلق منه القصف عليهم. ليس هناك
عمليات مفتوحة يمكن أن تتوسع الآن إلا في حالين، في حالة من اثنين. نعم الحالة الأولى والأساسية الآن غير متوفرة، وهي حالة هزيمة غزة. إذا يعني وصل الأمر إلى الخط الأحمر في غزة وأصبح هناك إمكانية لانهيار المقاومة والقطاع والشعب في غزة، لن تسكت كل القوى وكل الساحات، ليس لبنان فقط. عندها ستكون حرب مفتوحة على الحدود الجنوبية من لبنان مع شمال فلسطين، على كل فلسطين المحتلة التي يتواجد فيها عدو إسرائيلي صهيوني. الشرط الثاني لتكون الحرب مفتوحة أنه في ظل الإشغال الحالي بين القوى، يعني في ظل إشغال حزب الله للجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية على الحدود، إذا حصل خطأ ما، كأن يعني بالخطأ ترتكب إسرائيل عملية عسكرية تؤدي إلى مجزرة في لبنان، طيب وسيرد على المجزرة بمجزرة، وهكذا تتدحرج الأمور إلى حرب مفتوحة. طيب سيد حسين، وطالما أن خليني ارجع الوضع للحاله الاولى مكتئب، اللي ذكرتها، تتوقع انه ممكن ان تسقط غزه امام قوه الردع الفلسطينيه التي تابعناها والتي اثبتت قدرتها على تكبيد العدو الاسرائيلي خسائر فادحه؟ غزة حتى الآن على لسان قائد المقاومة إسماعيل الحاج إسماعيل هنية، نعم غزة بخير، مقاومتها بخير. هناك خسائر فادحة بالأرواح المدنية، هناك خسائر فادحة بالبنى التحتية، خسائر فادحة بالبيوت والبنايات والأبراج، ويعني شايف الحالة، ولكن المقاومة بخير وشعب غزة صامد، لن يرحل عن غزة لا إلى سيناء، حتى لو قبل السيسي بأن يرحل الغزاويون إلى سيناء لن يجد منهم أحد في سيناء. أهل غزة متمسكون بأرضهم وبوطنهم، وسيقاوموا باللحم الحي وبأسنانهم. وهذه المعارك أمامنا نشهدها كل يوم، وهناك يعني إثباتات، فيديوهات وصور نعم تجسد البطولات التي تقوم بها المقاومة في غزة، وتطمئننا إلى أن كلام القيادة هو دائما كلام صادق، وأن مقاومتها بخير. طالما أن المقاومة في غزة بخير، لن تكون هناك حاجة إلى إدخال ساحات أخرى للدمار. ونحن يعني نعرف أن الإسرائيلي لديه إمكانيات هائلة للدمار، ويمكن أن يخسر في الحروب، في التكتيك، في الاستراتيجية، ولكنه أيضا يمكن أن يدمر. فلندمر إسرائيل بحرب محدودة أفضل من أن ندمر كل الدول. ولكن إذا طيب اقتضى الأمر أن تتدخل الساحات كلها، إذا كانت غزة ليست بخير ستفتح الساحات، وليحصل ما يحصل عندها، يعني فإما نهاية الكيان الغاصب المعقب، وإما نهاية العرب. هذه الآن ها هي أنا برأيي الصورة. أعود لك سيد عبد الرحمن، تتفق مع سيد حسين سلامة على ضرورة واحتمالية أن تتوحد ساحات المواجهة والمقاومة ضد حرب الكيان على غزة وداعميها كذلك، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تلاحظون هناك فعلا خشية أمريكية من توسع هذه المواجهة؟ أنا حقيقة أختلف مع الضيف الكريم ب يعني لربما مفردات أطلقها بقضية أنه اليوم غزة أو أنه الكيان الصهيوني يمتلك لربما أسلحة دمار شاملة، بالتالي لا يتدخل لربما المقاومة الإسلامية في حزب الله. الآن منطقيا اليوم كل البيانات التي أعطيت من المقاومة الإسلامية، وحصرا فيما يخص اليوم حزب الله، المعركة مفتوحة. لا يلتزم يعني اليوم المقاومة بقضية اليوم المساحة
او الطريق للدخول الى المعطيات العسكريه، ان كان صح التعبير بقضيه الطائرات وغيرها، بان تضرب او تدك اليوم تل ابيب. قضيه التدخل العربي، الرساله واضحه، الاجتماع الاخير ما بين مصر وما بين المملكه العربيه السعوديه الذي تمثل الخليج العربي وحتى المملكه الاردنيه الهاشميه، ان لا يتدخلون في هذه المعركه نهائيا، وهذا بيان واضح لربما. وانا حددت في بدايه حديثي طبعا، واكثر من تصريح في عده قنوات، قلت ان من يتدخل بقضيه اليوم موضوع غزه وفلسطين هم العراق والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وايضا حزب الله وسوريا، وايضا اليمن باتباع قضيه اليوم كمقاومه في اليمن في هذه المنطقه. اليوم المأخذ العسكري يا استاذ بشار ليس بهذا المنطق. اليوم الحرب معلنه، اليوم امريكا تدعم الكيان الصهيوني واعلنت، وبايدن اليوم ارتحل الى الاراضي الاسرائيليه وبلغ اليوم انه احنا اليوم لدينا معركه شامله. وقبل اعتقد اكثر من شهرين هنالك قوات متحالفه الان على الحدود السوريه الاردنيه، قبل ان لا تكون قضيه ال 26 يوم وانطلاق غزه لقضيه الاحتلال. اذا ما معناه اليوم المعطيات؟ اليوم هنالك حرب قادمه، لن تتوقف الحرب، وان كان هناك لدى الكيان الصهيوني راي بان تتوقف المعركه في هذه المنطقه على ما اعتقد الاحتلال الامريكي في المنطقه لن يترك اليوم. هنالك قواعد اليوم في العراق، هنالك قواعد ايضا في قطر، هنالك قواعد موجوده الان تبنى في سوريا لاسقاط اليوم الدوله العلويه وما يسمى اليوم بقضيه اليوم السيد بشار الاسد، وايضا هنالك معطيات بضرب حزب الله في لبنان. فالقضيه لا تتحمل اليوم انه انا اعطي اليوم الطاوله المستديره وانا اتفاوض اليوم مع الكيان او لا ادخل الحرب. الحرب معلنه الان بالاقليم استاذ بشار، وضيفك يعلم جيدا، وهو اليوم واضح. اليوم غزه تعاني ما تعاني، لا توقف اليوم. اليوم يعني خلي في مجال حساباتنا العسكريه، كم سيستمر اليوم الاحتمال المقاومه ان تقاوم اليوم ضرب ودكات ان لم يتدخل اليوم الجانب من المقاومه الاسلاميه؟ انا لا اعتقد الايام المقبله، اعتقد لم يكن هنالك طبعا اجتماع وتوحيد الاراء في قضيه غزه، انا اعتقد ستدخل المقاومه رسميا، يعني كما صرح اليوم اكثر من المقاومه في اكثر من منطقه طبعا بهذا التصريح. أعود لك سيد حسين، ضربات المقاومة حاليا على قواعد أمريكية في العراق في سوريا وكذلك دخول اليمن على خط المواجهة وقصف تل أبيب أو تقصف إسرائيل بصواريخ كبيرة، ضربات المقاومة هل تبرر هذا القلق الأمريكي، خصوصا اللي تابعناه بجلسة استجواب وزير أو استضافة وزير الدفاع الأمريكي في الكونغرس و تقديم أسئلة أنه ماذا لو وقع قتلى من الأمريكان؟ هل أمريكا تكتفي برد بسيط؟ يعني أمريكا تعرف اليوم، وكل المراقبين يعرفون، أن كل الساحات، ساحات يعني المقاومة كلها في حالة حرب مع إسرائيل، ولكنها حرب غير مفتوحة. يعني العمل ضد القواعد الأمريكية هو من ضمن الحرب على إسرائيل، لأنه لم يعد لدينا فرق ما بين الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني والجيش الأمريكي، كلاهما عدو للعالم العربي وللعالم الإسلامي، والحرب معهما. ولم يعد باستطاعة الأمريكي أن يضع مكياج على وجهه وأن يقدم نفسه أنه راعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية وحق الشعوب في تقرير مصائرها، لم يعد هذا يمشي على أي طرف في العالم، لأن الأمريكي اليوم في حالة صراع، طبعا خلفه دول الأطلسي، دول حلف الأطلسي في حالة صراع تقريبا مع كل العالم، يريد تدمير العالم ليبقى هو السيد على الأرض، لتبقى هذه الأمبراطورية حية، لأنه يدرك أن هذه الأمبراطورية التي صعدت إلى القمة هي الآن في طور النزول عن القمة، وهو لا يريد حتى لا ينزل عن القمة، يجب أن يبقي كل الشعوب
وكل الدول وكل الأطر في العالم في القعر وهو فوق. هذا اليوم هو في حالة حرب، ما في شك، هو يعرف ذلك، ويبدو أن شعوبنا ومقاوماتنا في العالمين العربي والإسلامي أصبحت طواقة للاشتباك مع الأمريكي، لأن لديها هدف إخراج هذا العدو الشرس، هذا صاحب العقل الجبار الفاشي الإجرامي. يعني ما فعله على مدى 20 عاما مضت نعم كان كافيا ليكتشفه العالم كله أنه عدو لكل شعوب الأرض، أنه عدو إلا للدولار، عدو لكل شيء إلا للدولار. نحن مصلحتنا كشعوب عربية وإسلامية أن ينجلي هذا العدو عن أرضنا، وأن نحقق سيادتنا يعني بكل الوسائل، وحتما ليس لدينا وسيلة إلا وسيلة المقاومة، لأن هذا طيب العدو الصهيوني والأمريكي لا يعرف إلا لغة القوة. سيد عبد الرحمن، بالنسبة لصواريخ اليمن التي تدك الكيان الصهيوني حاليا، القدرات اليمنية معقولة أنه قادرة على تغيير أو إيجاد تغيير في هذه المعادلة العسكرية رغم ما يعانيه اليمن حاليا؟ يعني منذ أن بدأت المعارك يعني بالمقاومة الموجودة في داخل اليمن، وكان هنالك تحالف مشؤوم ضد هذه المقاومة يعني من قبل اليوم الجزيرة العربية وما يسمى بالتحالف الخليجي، أعطت رسالة واضحة على القوة المتملكة لدى المقاومة في اليمن. يعني اليمنيين يمتلكون إرادة حقيقة في المقاومة، بينت للعالم يعني، وأعطيت رسالة لربما إلى المتغطرس الكبير في العالم وهو أمريكا، أن هنالك قوة اليوم موجودة في هذه المنطقة. اليوم كل البيانات اللي تعطي من خلال اليوم المقاومة في اليمن هي حقيقية واضحة، هي قادرة على لربما اليوم الإيصال رسائلها باليوم الصواريخ الموجودة التي تمتلكها بالطائرات المسيرة. نعم أيضا هم بريا يعني يمتلكون قوة لا يمتلكها أحد حقيقة في هذه المناطق الجبلية والوعرة، فبالتالي أعتقد اليوم المقاومة هي تحقق لربما إنجاز. والآن بدأت المعركة واضحة اليوم، يعني اليوم المساحة مفتوحة، ولكن هنالك لربما سيكون تغيير أنا أعتقد في الأيام القابلة من الشعوب العربية. اليوم الشعوب العربية لن ترضى على أسيادها، يعني اليوم هنالك لربما ستكون صرخة اليوم من مصر، ستكون صرخة لربما أصبحت قبل أيام من دولة الكويت، من السعودية. هنالك صراع اليوم ما بين اليوم الرؤساء الذين لربما أعطوا رسالة للأمريكان أن نحن مطبعين اليوم، نعم ونحن مع إقامة دولة إسرائيلية طيب وإقامة دولة فلسطينية، لكن هذا غير توجه المقاومة الحقيقية اليوم، أنه إلغاء اليوم الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، وهنالك استعداد واضح للمقاومة. طيب أرجع لك إلى قضية خطاب السيد حسن نصر الله يوم الجمعة، ويتزامن أيضا مع تظاهرات وصلاة موحدة أمام السفارة الأمريكية في بغداد أو أمام المنطقة الخضراء. أكو مؤشرات على توحد فعلا ساحات المواجهة خصوصا في العراق، إلى أي درجة تكون مؤثرة هذه الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه الحرب على غزة؟ يعني احنا اليوم في العراق يعني هنالك مشكلة حقيقة، لأنه هنالك لدينا اتفاقيات أمنية مع قوات التحالف نعم التي تزعمها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذه المشكلة وقعت لربما وهي داخل ضمن لربما الاختلاف مع القبة التشريعية في البرلمان العراقي الذي أعطي ربما قرار واضح بإزالة اليوم القوات الأمريكية، لكن هنالك منظومة أمنية اليوم تعطي لربما مبررات للتواجد الأمريكي، يعني مثل اليوم وزارة الدفاع لا تمتلك اليوم، العراق لا يمتلك اليوم طائرات، لا يمتلك اليوم تسليح قائم على إخراج اليوم كمحتل اليوم، أو قواعد أمريكية مثل قاعدتين، قاعدة عين الأسد والحريري. إذا هنالك مواجهة اليوم، أكو إرادة شعبية، وكما صرح لربما سماحة سيد مقتدى الصدر بأن تزال اليوم السفارة الأمريكية، وهذه السفارة هي في الخضراء اليوم تعمل كدبلوماسيا كعمل ليس عسكريا، لكن التوجه اليوم بقضية المظاهرات والتنديد اليوم الشارع العراقي يطالب بإخراج، ويعتبر هذه نعم الاتفاقيات الأمنية ملغية. إذا بالتالي ستتعرض اليوم
القواعد الأمريكية إلى المقاومة الإسلامية أو للشعب وليس الحكومة، وهذا ما أحرج لربما حكومة السيد السوداني والإطار وإدارة الدولة أن هنالك معطيات في الأيام القادمة إن لم تكن هنالك طاولة لتحديد عمل القوات الأمريكية. أستاذ بشار، لحد الآن لا نعلم ما هو اليوم التواجد الأمريكي من خلال القواعد الأمريكية، يعني هنالك قواعد مغلقة، طائرات وكذا وكذا. القضية الأمنية باليوم بحماية الحدود كما اتفقنا مع الولايات المتحدة لم ينفذ، حتى في عمليات دخول داعش لما وقع. لا سيد عبد الرحمن، إذا تسمح لي أقاطعك، نعم هذه المعطيات موجودة على الأرض منذ فترة طويلة جدا، لكن حاليا ازدادت حدة مثلا الضربات المقاومة الإسلامية لقواعد أمريكية أو مصالح أمريكية. قبل عدة ساعات أعلنت المقاومة قصف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة من العراق، واليوم أيضا تطورات المطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية. كل هذه المعطيات الجديدة التي ازدادت بالفترة الأخيرة تزامنا مع الحرب على غزة إلى أي درجة ممكن أن تحرج موقف الحكومة؟ يعني خو بالتالي السيد السوداني أعطى لربما يعني كبيان واضح كحكومة أننا لدينا اتفاقيات ولدينا اليوم السفارة تعمل كجانب دبلوماسي ومرتبطة حالة حال أي سفارة، لكن أنا أعطي اليوم رأي المقاومة. المقاومة حقيقة لا تمتثل لقضية اليوم التواجد الأمريكي في العراق، وتعتبر هذا هو جزء من الاحتلال. فبالتالي اليوم قضية غزة، لما اليوم 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 الجانب العربي اليوم يرى أن هنالك أطفال تقتل اليوم، هنالك مستشفيات اليوم، بنايات تهد اليوم على عوائل عزل اليوم ليس لهم علاقة لا في المقاومة في غزة وليس لهم علاقة في قضية الكيان الصهيوني. فبالتالي إذن الرسالة واضحة، المقاومة الآن بدأ دورها ولن تتوقف. في توقعاتي وأنا أعلنت هذا الموضوع بأكثر من قناة أن المقاومة ستستمر بضرب ودك لربما وسيزداد القضية. إذن على السيد السوداني وعلى حكومة الإطار وإدارة الدولة اليوم اتخاذ موقف واضح اليوم، ليس بالقضية هي قضية إحراج، ولكن قضية الشارع العراقي اليوم سنة شيعة كردا اليوم لا يتقبل قضية اليوم التواجد الأمريكي. وبايدن اليوم يصرح نحن مع اليوم الكيان الصهيوني، وليس فقط اليوم ندعمهم بل نحن جزء من الكيان الصهيوني في المنطقة. إذن إن لم يكن هناك تحرك واليوم تهديد يمثل اليوم العراقيين في قضية اليوم القواعد الأمريكية، سيبقى الحال على هذا الوضع لربما ويتردى القضية إذا بدأت العمليات في الإقليم في سوريا أو في حزب الله في لبنان. مو بعيدة أنه أنا قلت قبل فترة أنه لربما سيعلن، وهي أعلنت الإدارة الأمريكية ستضرب مقرات عراقية، وهي هذه جزء من الحشد طبعا، والحشد اليوم مؤسسة منبثقة من المنظومة العسكرية اليوم بالتالي. فكيف اليوم تنتظر المقاومة اليوم القضية؟ إذن اليوم دور الحكومة ومن خلال قناتكم الكريمة الدور للسيد السوداني اليوم أن يضع الطاولة المستديرة الواضحة للشعب العراقي بقضية التواجد الأمريكي. عود لك أستاذ حسين، كما ذكرت أنت قبل قليل أعداد ضحايا كبير جدا في غزة، عدد الشهداء راح يوصل إلى 9000 شهيد في غزة. عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية يعتذر لطلابه عن تدريس مواد ومقررات القانون الدولي. حقيقة سيد حسين، كيف يعجز القانون الدولي عن حماية آلاف الأرواح والكثير منهم أطفال؟ يعني نحن نعرف قوة القانون وضعفه وضعفه من بلدنا من لبنان. لدينا الكثير من القوانين الجيدة والممتازة، وهي يعني معتمدة وفيها مراسيم تطبيقية وكل شيء، ولا تطبق. يطبق المزاج السياسي الزعامات، يطبق الواسطة، تطبق النفوذ، استخدام النفوذ. هكذا هو الحال بالنسبة للقانون الدولي. يعني ليس الأمر يتوقف على بلد صغير، على بلد مهتز ضعيف. الأمر هو يعني ينسحب على العالم كله. المحكمة الجنائية تأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي يأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة تحت سلطة الولايات المتحدة. يعني كل المؤسسات، ليس هناك مؤسسات تسمى مؤسسات دولية بالمعنى الصحيح. هناك مؤسسات غربية يحكمها الغرب، ولا يستطيع الشرق، لا الصين ولا روسيا ولا كل القوى في الشرق، أن تؤثر على القرار الغربي
في أي مواضيع على دولية أو عالمية يمكن استخدام حق الفيتو فقط، أما أن تفرض قرار كما تفرض أمريكا قراراتها غير يعني غير ممكن. لذلك أنا باعتقادي أنه لا في قانون يحكم الحرب ولا في قانون دولي يطبق بين الدول أو في مؤسسات دولية تستطيع أن تطبقه إذا ما كانت بأمرة الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما كانت تطبق رغبة الولايات المتحدة كما حصل في حرب البوسنة. يا أخي في حرب البوسنة والهرسك أعطوا كل السلاح وفتحوا المجال والدعم وسكتوا عن الصرب الذين هتكوا المسلمين، مليون قتيل، مليون شهيد بالبوسنة، مئات آلاف النساء المغتصبات، يعني شيء يندى له الجبين. والآخر قالوا الأمريكان حاكموا ميلوفيتش، نعم هذا اللي خرجوا فيه. يعني دولة تفعل، شعب يفعل المستحيل بشعب آخر، دولة تفعل المستحيل أو كيان يفعل المستحيل بشعب آخر، بتقدم له شخص الأمريكان للمحاكمة وانتهت الرواية، واللي مات مات واللي اغتصب اغتصب. ليس هناك قانون دولي في المعنى الحقيقي، طيب لأنه ليس هناك توازن دولي في طيب العالم. هناك أستاذ حسين، أحادية قطبية، أحادية هي تأمر وهي هذا تتخذ بالنسبة القرار. للقانون أستاذ حسين. طيب ماذا عن المجتمع الدولي الذي ينادي بالإنسانية والحرية والديمقراطية وحق العيش والحياة؟ المجتمع الدولي كيف يجرؤ على تجاهل هذا الرقم من الضحايا؟ ما يقارب راح يوصل 9000 شهيد. هذا المجتمع الدولي اللي عم تتفضل حضرتك عنه، هذا مجتمع صهيوني، هذا مجتمع أعطى إجازة لإسرائيل تحت عبارة واحدة، حق الدفاع عن النفس، أعطاها إجازة بقتل المدنيين وإفناء البنى التحتية والعمارات والأبراج والبنايات والبيوت. هذا مجتمع دولي. هلأ الرهان اليوم على الشعوب، الرهان على الرأي العام العالمي الذي يعني أو يعني أسست لوعيه الصور والفيديوهات التي نشرت عن الفظائع التي ارتكبت في غزة. رأينا أن يعني الألمان كانوا يحذرون المظاهرات ضد إسرائيل، خرجت مظاهرات وبمئات الآلاف. فرنسا كان في عقاب، سجن وغير سجن لمن يخرج يتظاهر ضد إسرائيل والصهيونية، خرجت المظاهرات ربما بالمليون، كذلك في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نراهن على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، نراهن على شعوب العالم التي هي التي لا زال لديها حس بالإنسانية. أما الأنظمة والحكومات العالمية، هذه حكومات مصالح، لا يهمها شيء في الإنسانية، تهمها المصالح، تهمها الأعمال، تهمها الثروات التي تنهبها من أفريقيا ومن الشرق الأوسط، من الخليج وغير الخليج، ذهبا ومعادن مختلفة ونفط وغاز. هذه كلها ثروات منهوبة إلى الغرب لتقوم في الغرب النهضة والتقدم والرقي، وليبقى الشرق في التخلف. هذا هو طيب الواقع. سيد عبد الرحمن، رغم تجاهل الغرب أو النظام الغربي والأنظمة الغربية للمأساة وهذا العدد الكبير من الشهداء في غزة، لكن متلاحظ أنه بدأ فعلا هناك ازدياد بالتعاطف الشعبي مع غزة وضحاياها، خصوصا بعد كشف الوجه القبيح للصهيونية وداعمها. يعني أكيد هو طبعا بعد ما تشاهد لربما بالتلفاز هذه المناظر لربما والقصف البشع، يعني كشف اليوم الوجه الحقيقي للصهيونية. لكن المشكلة اليوم هنالك اختلاف، يعني اليوم ترى اليوم السلطة الفلسطينية الحاكمة المتمثلة بمحمود عباس للأسف الشديد تختلف اليوم رأيها عن المقاومة الموجودة في غزة. اليوم لو ترى رأي اليوم دول الخليج العربي المتمثلة بالملوك زين، ولربما لديهم القرار بمساعدة اليوم غزة،
حتى في المناطق الموجودة اللي هي جدا قريبة. يعني اليوم مصر تشكل خطر على إسرائيل، ولكن للأسف الشديد كانت كل الرسائل والمعطيات اليوم غير واضحة. فأنا قلت لك لربما هنالك ثورة شعبية، لربما وهو ربيع عربي جديد سيكون على هذه الحكام وعلى هذه السلطات، وسيتعاطف إذا بدأت المعارك مستمرة في قضية غزة. إذن هنالك تحور جغرافي في هذه المنطقة وفي منطقة الإقليم بصورة عامة. اليوم هذا التحول لربما ستقود هذه الشعوب، هي بلدانها اليوم، هي من تعطي الحرية، هي من تعطي الحق اليوم بقضية اليوم إزاحة هذا الاحتلال، واليوم التعاون مع غزة وقيادات غزة والمقاومة المتبعة اليوم بقضية المنطقة كاملة. إذن فبالتالي اليوم هذه المتغيرات اليوم ليست أخذت في فقط العاطفة لربما، ولكن هو كشف اليوم الوجوه الحقيقية. هذه الرسالة هي، وهذا جزء جدا مهم من المقاومة اليوم بهذا الوقت، أعطيت غزة اليوم توجه، اليوم شجاعة حقيقة لم يمتثل لها اليوم كل العرب. أعتقد اليوم بقوا اليوم متفرجين اليوم، ما هذه الشجاعة التي تمتلكها المقاومة، ما هذا الإصرار على هذا الشعب الذي يوميا القصف، ولكن لم يعطي اليوم مبرر أن نتفاوض اليوم مع اليوم دولة، ولا نعترف بدولة إسرائيل ولا نعترف بالصهيونية، رغم اليوم هنالك تعاون الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المخاوف الموجودة اليوم لدى رؤساء العرب والملوك أعتقد ستنزاح بهذا الشكل بقضية اليوم الشعوب. اليوم ترى اليوم الأطفال اليوم تحت الأنقاض بدون ذنب اليوم. إذن هذه الرسالة التي أعطت من المقاومة الإسلامية في غزة وفي باقي المكانات أعتقد رسالة واضحة اليوم، كشفت كل الأوراق وكشفت اليوم من اليوم مطبع مع اليوم الصهيونية ويساعد اليوم للأسف الشديد اليوم من دول عربية إسلامية. أنا ما أريد أتطرق للأسماء حقيقة. إذن أستاذي العزيز اليوم الرسالة واضحة والمقاومة مستمرة، وأنا أعتقد أنا يعني متأكد من هذا الموضوع أن لا وجود لإسرائيل ما يسمى بدولة إسرائيل والكيان الصهيوني في هذه المنطقة، لأن الأيام القادمة ستثبت اليوم التغير الجغرافي في المناطق العربية الإسلامية سيعطي رسالة واضحة بالتعاون مع المقاومة. هذا محور أيضا مهم أنا أناقشكم به بعد قليل، لكن خليني أرجع أستاذ حسين. تعتقد أن تجاهل العرب هو أبشع من تجاهل الغرب لهذه المأساة والجرائم في غزة؟ يعني يمكن أن نفهم تجاهل الغرب، يعني الغرب والشرق لا يلتقيان، ولذلك يمكن أن نفهم تجاهل الغرب لمأساة في الشرق، ولكن تجاهل العرب بدماء إخوانهم وأبنائهم العرب في غزة وفي فلسطين، تجاهلهم للذل الذي يعيش فيه الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يرق دمه على الطرقات وتداس رقبته برجل بقدم صهيوني نتن عفن يسوى نقلي بالعالم العربي. هذه الحكومات العربية التي تتجاهل هذا الواقع، يعني لا نرجو ولا يعني نقبل أن يصيبها ما يصيب الفلسطينيين اليوم، ولكن هذا دور بده يمشي على الجميع. كل الدول العربية ستذوق ما ذاقه الآخرون، سواء بالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وغير الفلسطينيين من العرب من عرب الجوار لفلسطين المحتلة، أو بالنسبة للدول التي زارها البترو دولار ما بالإرهاب التكفيري الذي ضرب بنيانها وبناها التحتية وبشرها وتراثها ودينها وتقاليدها. ويعني فتك بهذه الأمة فتكا بواسطة البترو دولار الذي كانت تديره الحلقات الصهيونية والأمريكية. طيب. هؤلاء لن يغفر لهم الله ماذا فعلوا بهذه البلاد، ماذا فعلوا لهذه الشعوب. هؤلاء لن تغفر خطاياهم ولن يسامحوا على عدم وجود ردود فعل لديهم للرد على ظلم الظالم وللانتصار للمظلوم. أليس الشعب في غزة شعب مظلوم؟ طيب. أليس الفلسطينيون في الضفة الغربية يداسون وتنتهك كراماتهم
وحقوقهم طيب أستاذ حسين، إذا وسجنون، تسمح لي. أليست هذه يعني نعم تحتاج إلى دول تكون لديها نخوة على الأقل؟ النخوة العربية ما تفعل. مثلا أستاذ حسين، إذا تسمح لي، كيف ممكن للعرب الذين ينتجون قرابة 20 مليون برميل نفط يوميا، ومستشفيات غزة حاليا تخرج عن الخدمة، تتوقف خدماتها الطبية والصحية بسبب نفاذ الوقود؟ بسيطة، يعني أعيدك إلى كلام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قال: نحن الأمريكان لا ندفع أموال لإسرائيل، نحن نأخذ المال من الدول العربية ونعطيه لإسرائيل، أموالهم تذهب إلى إسرائيل، وإذا دفعوا مالا بسيطا لأجل خدمات إنسانية في دولة عربية، بدهم بداله نفوذ، بدهم بداله حقوق، بدهم بداله يتعاطوا مع الآخرين بالإذلال. يعني شو بدي أحكي، يعني بنفتح جروحنا وبننشر غسيلنا على العالم. هذا وضعنا مع هذه الأنظمة الكئيبة الفاسدة، الأنظمة العميلة المرتبطة التي هي أسر استقبلت من الغرب أن تكون أداة له في هذه الدول. وضعنا مزري يا أخي، وضعنا مزري. نعم. يعني ما يجري في غزة يستنفر كل البشر وكل الضمائر إلا ضمير الحكام العرب. يعني ما بك اليوم على معبر رفح، يموت الجرحى ولم يدخلوا إلى مصر للعلاج لأنهم لا يحملون جوازات سفر. ما بالك في ذلك؟ ما هذا؟ ماتوا جرحى، ماتوا على المعبر وهم ينتظرون لأن ليس لديهم جوازات سفر. يعني كيف أنت، يعني بأي ضمير بأي أخلاق تطلب من جريح ذهب إليك ليتعالج عندك لأن العلاج في بلده، علاجه في بلده مفقود، ولا تدخله لأنه لا يحمل جواز سفر فتتركه يموت على المعبر؟ طيب ما بالك بذلك؟ سيد عبد الرحمن، باعتبار بدنا نحكي عن قضية النفط، والشيخ هم حمودي دعا لاستعمال النفط كورقة ضغط لصالح غزة. حقيقة سيد عبد الرحمن، إذا الدول تخشى وما تقدر تحارب الكيان وتدعمها لغزة، مو ممكن على الأقل أنه تمارس ضغوط اقتصادية باستعمال النفط أو غير أوراق ضغط أخرى؟ يعني حقيقة هذا البيان الذي أطلق من الشيخ همام حقيقة بيان واضح ومهم هو جدا. الوضع الاقتصادي تقطع كل المواد الموجودة اليوم، المشتقات النفطية، ولربما ستقف الحركة في تل أبيب، ولربما الحركة العسكرية الآن أعتقد، لكن السبب كبير جدا وهو اليوم هنالك خطوط واضحة اليوم، من اليوم المشتقات النفطية التي تصل إلى تل أبيب وإلى إسرائيل هي من دول عربية، يعني بالتالي هذه موقعة ولا تقدر اليوم كالأردن وغيرها من السعودية، والأموال التي تدفع للكيان الصهيوني وتواجد الكيان الصهيوني، هذه كلها سببها اليوم واضح اليوم العمالة، وإلا 75 عام اليوم من هذا الاحتلال الغاشم حقيقة. بقت فقط اليوم من تكون هنالك ضغوطات، لربما لا احنا لا نعتب اليوم على الجامعة العربية ولا على كذا، ولكن هنالك حلفاء لربما اعتقد ايضا وضحوا الصورة. يعني لربما اليوم تواجد اليوم الدب في الغرب، اليوم الدب الروسي لربما سيشارك اليوم بضرب لربما حتى تل أبيب. بيانات تركيا اعتقد ايضا واضحة كانت، لربما ستقطع لربما الأواصل ما بين اليوم مشتقات نفطية وغيرها، وهي مستعدة أيضا مع دخول الأسطول الروسي الآن في البحر طبعا، قريب على المناطق في تركيا وقريب على الحدود السورية طبعا، وهنالك أي تعرض من القوات المحتلة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرب مواقع في سوريا أو حزب الله سيتدخل هذا الأسطول طبعا. أيضا هنالك لربما الوضع في الصين، يعني التنين الصيني دخل اليوم وهو يهدد لربما في منطقة
الخليج العربي، يعني هنالك تحالفات اقتصادية واضحة في المرحلة القادمة. هذه كلها اليوم المعطيات، إن لم تكن هنالك اليوم حزمة من الاتفاقيات على طاولة في غرف مظلمة وغير غرف مظلمة، سيكون أعتقد وضع إسرائيل في صعوبة. لكن أنا أعتقد هو الوضع الاقتصادي إن تدهور، وهو جدا مهم اليوم، هو جزء من المعركة طبعا. والآن تبحث المقاومة على قطع هذا الإمداد، يعني تبحث اليوم من أين هذا الإمداد الذي يصل اليوم إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة، كيف يعبر هذا حقيقة؟ إن قطع هذا الإمداد وهو جزء من العرب طبعا، هذه الإمدادات النفطية كلها من العرب طبعا جاية، لأن نفط العرب لليهود للأسف الشديد. هذه أعتقد ستعطي رسالة لربما لدعم المقاومة في اختصار الوقت وإزاحة هذا الكيان. طيب خلينا أيضا نحكي عن المحاولات حاليا، وباختصار إذا تسمح سيد عبد الرحمن. نعم. هناك محاولات من عدة أطراف، عدة دول، لإيجاد حلول سلمية، لكن ما تشوف أنها أغلبها هي لصالح إسرائيل؟ مثلا مقترح الألماني تشكيل قوة أممية للتعامل مع حماس وسحب السلاح من حماس في غزة، وكذلك تدمير وردم الأنفاق. هاي المحاولات السلمية مو كلها هي لصالح إسرائيل؟ يعني الكيان الصهيوني ليس لديه رسالة اسمها السلام أستاذ بشار، لا يعترف بقضية السلام. يعني أي معطيات الآن في هذه الحرب هي غير معنية بقضية السلام. إذن بالتالي المقاومة تفهم وتعي ما تعيه. من أتى بهذا المشروع هو لربما محمود عباس كرئيس دولة فلسطين، واتفق مع قطر يعني أنه أن يرسلون إلى هنية رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس المقاومة المكتب العسكري الخاص به بأن هنالك تفاوض، وأن العرب يتبرعون تبرع بإعادة غزة لربما وسحب السلاح بهذه الطريقة. لكن أعتقد رأي المقاومة الإسلامية لن يتقبل قضية المفاوضات، ليس هنالك طاولة إلى حد هذا الموضوع. القضية اخترقت حقيقة 26 يوم، فبالتالي هذه الأرواح التي زهقت، هذه الشهداء وهذه الجرحى وهذه البنى التحتية لا تهم للمقاومة اليوم. طيب. المقاومة لديها مشروع اليوم. طيب. إنهاء اليوم التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة. باختصار إذا تسمح ثواني معدودات، ماذا بعد الطوفان سيد عبد الرحمن؟ أنت ذكرت أنه ستكون هناك تغييرات في المنطقة، هذا أيضا ذكر الإمام خامنئي، ماذا تعني بهذه التغييرات؟ لصالح من باختصار؟ يعني أنا أعتقد المعركة ستستمر وستأخذ وقت طويل، ولكن أعتقد المقاومة ستحقق شيئا بهذا الإنجاز، وتكون هنالك مشاركة مع شعوب عربية ستقلب على ملوكهم ورؤسائهم في الأيام القادمة. الشكر جزيل لك عضو ائتلاف القسم الوطني السيد عبد الرحمن الجزائري، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيل للمحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة كان معنا من بيروت، والشكر جزيل لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.